الاخ ملي كنت في الحانوت جالس سمعت الغوت والجوقه هي ديك ملي طليت مات ليا الدخوخن العافيه شعل في الطوموبيل الدخوخن طالع هي ديك حلوا البيبان وجابوا القرعه وهي ديك تفاور تفاور ديك عاد جو الامن وجو داكشي وعينو داكشي وقلت يسكن هنا عين ممكن تيسكن بالتدقيق هي صحاب القهوه هما اللي شافوا داكشي بالتفصيل ابقى هما اللي شافوا داكشي هما اللي شافوا داكشي المهم شافوا داكشي بس بالتدقيق هو اللي شعل ديال شعل في الطوموبيل وبحال هادشي كنطالبوا بانه ولينا عايشين معاهم الرعب عايشين معاهم ماشي مهانينش لاصحاب الشماكريه ولا شي حاجه مهانينش في راسنا بس صداع بغيناش هادشي يكون قيد معتبر ديالنا القيد اي حاجه كنبغي نصايبو نصايبوها عندو اي حاجه كنبغي نصايبو نصايبوها عندو بدون مبالغه اي حاجه